سورة الإنسان وتسمى سورة الدهر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ونسي نفسه ولا إيه؟ كان ولا حاجة وأصبح حاجة. اتطالت على إيه؟ بالبلد كده. كان ولا حاجة وأصبح حاجة. انظر إلى ما تخرجه بعد أن تأكل الطعام. إنا خلقنا الإنسان من نطفة كما قلنا، نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، الطريق. الله أراد لك الطريق وأنار لك الطريق. عندنا في الدقي شارعين أو طريقين، طريق مسفلت ومعبد وزي الفل، وطريق كله بلعات وقرف وحاجة غلب يعني. هو العاقل هيمشي فين؟ الإجابة هيمشي في الطريق المعبد المسفلت عشان خاطر وعشان خاطر وعشان خاطر، إنما التاني هيودي في داهية. أقل حاجة يعني الواحد مش هيبقى يعني مرتاح وهو ماشي فيه، أو مش مطمن على حياته، لا العربية ولا حياته ولا حتى المشي الطبيعي. هكذا وهديناه النجدين. الله يعني أراد لك طريقين، طريق نهايته سودة والعياذ بالله، وطريق نهايته زي الفل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلينا نتكلم كلام قريبين منكم شوية عشان إيه توصل المعلومة. طريق نهايته طيبة وطريق نهايته ليست طيبة. العاقل سيختار الطريق هكذا. من أجل ذلك قدامك أوامر الله عز وجل تؤدي إلى طريق فيه ورود وفيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والطريق الآخر المعوج والعياذ بالله اللي كله مطبات نهايته سودة، كله أشواك وشهوات وإلى آخره. عشان كده حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.